أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية اليمن الحبيبة. اخترنا لكم السيد مبروك النهدي، مؤسس وصاحب مجموعة شركات نجمة البطحاء. بداية أسعد الله أوقاتك سيد مبروك. أهلا وسهلا بكم. سيد مبروك، في بداية برنامجنا حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك. من هو مبروك النهدي مع حفظ الألقاب؟ أهلا وسهلا يا شيخ. أنا مبروك النهدي من اليمن، من حضرموت، مدير مجموعة نجمة البطحاء، عدة شركات، نجمة البطحاء للتجارة العامة ونجمة البطحاء للنقل بالشاحنات والشحن والتخليص ونجمة البطحاء لتجارة السلع. احنا موجودين في ديرة في دبي من عام 2000 تقريبا، في منطقة ديرة الراس، ومن عام 2000 احنا متواجدين في هذا السوق، ولنا اعمال يعني متصلة باستيراد وتصدير، نستورد من الصين ومن الهند ومن عدة دول، ونصدر إلى تقريبا كافة الدول العربية وبعض الدول الأفريقية. جميل جدا. سيد مبروك، خلينا نحكي متى بدأت العمل ومتى تأسست بداية يعني ونشأة مجموعة شركات نجمة البطحاء؟ والله طال عمرك، تقريبا في عام 2000 احنا انشأنا نجمة البطحاء، من عام 2000. من وين جاءت الفكرة يعني لإنشاء مجموعة شركات نجمة البطحاء؟ والله يعني فكرة السوق، تعرف، لأنه دبي ملتقى لجميع الناس، يجون يأتون من عدة دول، ففيهم اللي مثلا يأخذ له بضائع ويبغى حد يشحنها له بر أو جو أو بحر، وفيهم اللي مثلا له بضاعة طالبها من برا ولسه ما وصلت منتظرها، يبغى حد يخلصها له. فمن هنا جاءت الفكرة، من دبي نفسها، لأن دبي فيها أعمال كثيرة وفيها أفكار. صحيح. فإحنا لقطنا النشاط هذا، لقينا أنفسنا إحنا بنستمر فيه وبنجح فيه، نخدم الناس فيه ونخدم أنفسنا يعني، ولقينا فيه فائدة ما شاء الله. جميل جدا، نتمنى لكم طبعا كل التوفيق سيد مبروك. اليوم أيضا حابين نعرف السادة المشاهدين على الخدمات التي تقدمها مجموعة شركات نجمة البطحاء، وأيضا حابين نتعرف على هالشركات اللي هي خدمات شركات التخليص والشحن، أيضا خدمات التجارة العامة، وما هي المواد يعني اللي خلينا نحكي تستوردوها وبتصدروها وأيضا تباع بسوق الإمارات والسوق المحلي. والله طال عمرك، احنا مثلا التجارة العامة نستورد عليها بضائع كثيرة، مثل ألبسة وأحذية وأشياء من هذه البضائع. وعندنا شركة الثانية اللي هي شركة التخليص، هذه نخلص سواء بضائعنا أو بضائع الغير، أي بضاعة كانت مثلا أوراقها موجودة استلمنا أوراقها نقوم تخليصها. وعندنا بعد الشركة الأخرى اللي هي النقليات، نقل بالشاحنات، هذه مثلا احنا شغلنا أكثر على المملكة العربية السعودية، فعندما توصل البضائع لجبل علي نخلصها، نطلعها من الميناء، ننزلها من مستودعاتنا في رأس الخور في العوير في جمارك النقل البري، ومن ثم نعيد شحنها بالشاحنات إلى السعودية إذا طلب التاجر مثلا بر، وإذا طلب بحر أو جو أو كل شيء متوفر عندنا. يعني أيضا تقوم بتخليص هذه البضاعة، خلينا نحكي عن طريق البر والبحر والجو، حسب طلب العميل. حسب طلب العميل. جميل جدا. اليوم سيد مبروك، ما شاء الله يعني مجموعة شركات نجمة البطحاء أكثر من 20 عام على التأسيس وعلى العمل. اليوم شو الإشي اللي بيميزكم بيخليكم تقدروا تكسبوا ثقة العملاء وبيخليكم مستمرين في أعمالكم بنجاح ما شاء الله؟ الله طال عمرك، يعني الأمانة والصدق والمحافظة على المواعيد، يعني المواعيد الصحيحة مثلا تسليم بضائع الناس ومحافظة على بضائع الناس مثلا إذا كانت أمانة عندنا أو إذا كان قصد توصيلها، فهذا اللي مثلا بتقول اللي يميزنا.
ولنا يعني سنوات طويلة في المجال هذا، لدرجة أن في فترة من الفترات كرمنا من قبل غرفة تجارة دبي على يعني تقريبا رقم 2 في على مستوى المصدرين في إمارة دبي في فترة من الفترات. ما شاء الله. أي نعم. فهذا اللي يميزنا، وعارفين الناس يعني من فترة، لأن لنا في حدود 20 سنة هنا في دبي. جميل جدا. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله والمزيد من دوام التقدم والتميز والنجاح بإذن الله. سيد مبروك، إحنا اليوم أيضا نحكي على دولة الإمارات العربية المتحدة ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في تشجيع وإنماء الاستثمار بدولة الإمارات. اليوم خلينا نحكي أكثر من 35 عام حضرتك متواجد بدولة الإمارات، أكيد اختلطت يعني بمعظم الجنسيات والأعراق والأديان بدولة الإمارات. اليوم شو بيعني لك الأمن والأمان دولة الإمارات؟ شو بتعني لك التسهيلات اللي بتقدمها حكومة دولة الإمارات سيد مبروك؟ والله يا شيخ العزيز، بالنسبة للتسهيلات كثيرة اللي تقدمها الدولة، فطبعا هي لولا التسهيلات والأمن والأمان والعدل اللي موجود في البلد هذه ما شفت كيف النهضة والتقدم فيها من هذا الشيء، لأنهم معاملة الناس هنا سواسية، أهم شيء الالتزام بالقانون. صحيح. فمنهم ملتزم بالقانون ويشتغل صح يعين خير في البلد هذه. أي إنسان جاي يبغى يعني يعمل صحيح يطلب الله مثل ما قالوا الناس، يلتزم بالقوانين ويعمل صح، كل شيء متيسر وكل شيء متوفر في البلاد هذه. صحيح. ما في شيء ناقص، يعني حقك ما يضيع نهائيا. صحيح. حقك ما يضيع. طبعا اليوم طبعا هذا لم يأتي من فراغ، أكيد جاء من جهود ورؤية ثاقبة لحكام وشيوخ دولة الإمارات أطال الله في أعمارهم. اليوم من مجموعة شركات نجمة البطحاء ومن السيد مبروك النهدي، كيف بتحب توجه لهم رسالة شكر؟ والله طال عمرك يعني ما نقدر نجازيهم هذول الشيوخ ولا نقدر نشكرهم اللي قدموه، هم قدموا الكثير لنا وللمقيمين كافة ولشعبهم ولكل العالم، فهذولا ما حد يقدر يشكرهم. يعني ايش اقول لك، كلمة شكر ما تكفي في حقهم، كلمة شكر ما تكفي في حقهم، جزاهم الله عنا خير. آمين يا رب. وطول الله في أعمارهم. آمين يا رب. آمين. إن شاء الله نتمنى من رب العالمين أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع الدول العربية والإسلامية والإنسانية جمعا. سيد مبروك، قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على الموقع الجغرافي للمكتب مجموعة شركات نجمة البطحاء وكيفية التواصل معكم. والله احنا موجودين في دبي، في إمارة دبي، في ديرة، في منطقة الراس، في سوق مرشدي قال، هذا موقع مكتبنا، ومستودعاتنا في جمارك النقل البري في راس الخور في العويد. جميل. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول عبر الموقع الجغرافي لمجموعة شركات نجمة البطحاء، وأيضا سوف تظهر أرقام الهواتف الخاصة ومنصات التواصل أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد مبروك حابين نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وأيضا على كرم الضيافة، شكرا جزيلا. شكرا لكم، الله يجزاكم خير، مشكورين ما قصرتم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.